صباح الورد والفل. الواي بروتين، احنا اتفقنا ان اللي عنده 2 سكوب واي بروتين بياخد واحدة الصبح اول ما يصحى على لبن، والتانية بعد تمرينته على مي. بس ده مش قانون يا جماعة، مش حاجة مش ممكن نغيرها. افرض ان انت الصبح نسيت السكوب بتاعك بتاع اللبن اللي هو اول ما صحيت، ايه اللي ممكن يحصل؟ وهل في مشكلة كبيرة لو انا حطيت الاتنين سكوب على بعض وضربتهم مع بعض مع مية وخدتهم بعد التمرين؟ هل دي فيها مشكلة؟ لا خالص، انت عندك دوز معين من البروتين او من الواي بروتين اللي عايز تاخده على مدار اليوم علشان يكمل نسبة البروتين في جسمك. انت تقدر تاخده الاتنين على بعض بعد التمرين، تقدر تاخده الاتنين على بعض الصبح بلبن زي ما احنا قلنا اول ما تصحى من النوم. احنا دايما بنقول لكم على الايدل اهم حاجه واحسن حاجه عشان تاخدوا احسن النتائج، بس ده مش قانون بيلزمك ومسكك يعني من رقبتك قوي انك لو ما عملتوش هتحصل مشكله. لا، ما بيحصلش مشاكل. حط الاثنين واي بروتين على بعض وخدهم النهارده. مثلا ما عندكش تمرين، فهل هاخد سكوب واحد؟ لا خالص، حط الاثنين على بعض الصبح على لبن وخدهم. النهارده الصبح ما قدرتش او ما لحقتش او نسيت، بتحصل، حط الاثنين سكوب وخدهم بعد التمرين. الواي بروتين ليه نسبه يوميه تقدر تاخدها وقت ما انت عايز بالطريقة اللي تناسبك. فكرة ان احنا ناخد واحدة الصبح وواحدة بعد التمرين ده افضل سيناريو، لكن مش السيناريو الوحيد. فخد الواي بروتين بتاعك وقت ما انت عايز بالطريقة اللي تشوفها صح وبالطريقة المريحة لمعدتك والطريقة اللي يسمح بيها وقتك. ما تقلقش، هو قانون اظرف لكن مش ممكن تغييره. سلام.